صباح الخير صباح الجمال والحب والسعاده صباح اول حلقه من السيزون الجديد من برنامجكم نص الدنيا ومعاكم نانسي الشيمي وعايزه اكلمكم عن خطه كل يوم سبت السبت الصبح انا هعمل دايت بعدها بساعتين بوظت الدايت وعشان نحلها بقى ونبتدي صح ونكمل المره دي معانا دكتور محمد ثروت دكتور اخصائي التغذيه الرياضيه اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا بحضرتك يا فندم منورنا ده منورك يا فندم ربنا يخلي حضرتك ليه ت... يعني ايه تغذيه رياضيه؟ هي التغذيه الرياضيه او التغذيه العلاجيه عامه التغذيه العلاجيه عندي بتبقى ان انا اعمل برنامج تغذيه لو انت عندك امراض تعالج بيها والتغذيه الرياضيه لو انت لاعب رياضي او انت حابب تلعب رياضه ومش عارف تبني جسمك بنديك برامج غذائيه معينه عشان تقدر تبني جسمك بطريقه سليمه <applause> ان كتير جدا كتير جدا ناس بتلعب رياضه وبياكل اي اكل وخلاص اه فعلا اه اه والاكل وال... ليه علاقه بين... بالحرق مثلا يعني انا ممكن اكل حاجه تبطئ الحرق عندي او اكل حاجه تعلي الحرق عندي زي ما, ما الناس دايما بتقول ولا الكلام ده مش حقيقي لا هي دي اشاعات ما فيش حاجه اولا بت... بتبطئ الحرق وما فيش حاجه اسمها بتعلي الحرق انا في اكل باكله بيعلي الانسولين عندي في الجسم فبالتالي ابدا اخزن عندي دهون okay. وفي اكل باكله بيخلي الانسولين عندي يطلع بطريقه بسيطه جدا او ما يعلاش فبالتالي ما اقدرش اخزن دهون في الخلايا الدهنيه نفسها. اه لكن موضوع اكل بيعلي الحرق واكل بيقلل الحرق ده ما فيش الكلام ده. طيب اصعب المناطق دايما عند الرجال بالاخص هي الكرش. هي اسرع حاجه بتزيد وابطح حاجه بتقل. ليه بيحصل كده وايه يعني ايه الاسباب وايه الحل؟ طيب هو منطقه الكرش عامه ومنطقه الارداف او الجناب هي مش عند الرجاله بس هي عند الرجاله والستات هو عند الستات كل حاجه <تصفيق> <تصفيق> عند الستات مش <متحدث> <مهو> كرش <الكرشة> بس <applause> هي عند الستات عند كل حاجه لان الستات الدهون في جسمها بتوزع بطريقه مستويه أوه. عشان كده من الستات في الشتاء متدفين شويه عن الرجاله لكن الرجاله منطقه الدهون عندها بتركز اكتر في منطقه البطن ومنطقه الارداف طب ليه الكرش ده موجود اصلا؟ انت بقالك سنين حياتك كلها قاعد بتاكل اكل غير صحي وبتربى الكرش ده بالظبط وعايز تيجي في خلال الشهر انزل الكرش ده طبعا ده ما بيحصلش صح ليه ان منطقه الكرش او منطقه البطن عامه منطقه الارداف الاوعيه دمو... الدمويه الاوعيه الدمويه فيها صغيره اه فانت بقالك سنين بتربي كل شويه تحط حته دهنه صغيره حته دهنه صغيره فبقالك سنين بتربيه تيجي بعد كده عايز تخليه يخس مش هينزل معاك مره واحده وما فيش حاجه اسمها انا هنزل منطقه الكرش بس او منطقه الارداف بس لا انت ما بتخس او بتعمل دايت جسمك كله بينزل. أوه. بس منطقة البطن آخر حاجة بتنزل لأن الأوعية الدموية فيها قليلة، فتلاقي عندك الوش ومنطقة الصدر بتنزل أول حاجة. وبعد كده بيبدأ منطقة البطن, البطن والارض بتبدأ تخس واحدة واحدة بس هي بتخس بالراحة عشان الأوعية الدموية قليلة، فالدم بيتحرك فيها ببطء شوية. تمام. فأنت عشان تعمل دايت والمنطقة دي مش موجودة أو تختفي. لازم تقعد فترة طويلة جدا أو فترة طويلة مش أقل من ثلاث أشهر عشان تبدأ تحس بنتيجة. اوكي فيعني المناطق الصعبة بتاخد تقريبا حوالي ثلاث شهور وبعدها نبدأ نشوف النتيجة، فمحدش يعني يحبط بسرعة ويقول أنا ما أنا مش بخس أو كده، لكن ملهاش علاقة بإن ليها مثلا نظام يعني في ناس تقول أه لا أصل ده نظام غذائي لتخسيس الأرداف، ده نظام غذائي لتخسيس الكرش. لا مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها كده. ده كله إشعات ودي كلها زي أتجار. بالضبط. لكن ما فيش ولا اكل بيخسس منطقه الكرش ولا مشروبات ولا اي حاجه لحد كلها وكل كل الحكايه لو احنا بنشرب مشروبات عشبيه بتوسع الاوعيه الدمويه بتكون مثلاً المشروبات بتبقى انتي اوكسيدنت اللي هي مضادات اكسده كلها عشان تشيل الشوائب اللي في الجسم طبعًا. زي مثلا الشاي الاخضر زي المورينجا دي مضادات اكسده قويه جدا وظيفتها ان الشوائب اللي في الجسم نفسها تبدا تتشال وتروح منطقه الكبد وتبدأ تطلع بره الجسم تمام لكن مش بتخسس لكن مش بتخسس طب الريفن دايت حضرتك ممكن تكلمنا عنه اكتر ايه هو وليه هو فعال اكتر من الانظمه الاخرى يعني ايه هو الريفن دايت؟ هو الريفن دايت ده هو مسمى اللي هو اعاده الشباب هو يعني اعاده الشباب ده ده نظام الدايت دا اللي حضرتك بتتبعه للمرضى بتوعك صح؟ بالظبط كده تمام هو نظام بيعتمدش على النباتات بس ولا على الدهون بس ولا على البروتين بس يعني اوكي مشكله الانظمه اللي موجوده اللي انا على الدهون فقط لا غير اللي بعتمد على نظام نباتي فقط لا غير، اللي بيعتمد بعتمد على البروتين بس، لكن هو جمع ما بين الثلاث انواع، يعني انت اي دايت عايز تعمله لازم يكون عندك ثلاث عناصر، الدهون والبروتين والكرب اللي هو الكربوهيدرات <applause> تمام <applause> كده؟ هو بروتين هو, هو ريفن دايت بيعتمد اساسا على شغل ان انت تاخد اكل بطريقه منظمه بطريقه صحيه جدا وبنسبه نباتات طبعا عاليه جدا عشان نشط سبع بروتينات موجوده في الجسم عن طريق الاكل النباتي بروتينات اوكي فلما نشط إيه سبعه بروتينات دول السبع بروتينات في الجسم عندي كلها تبقى موجوده جوه الجسم نفسه يعني هو الجسم نفسه جوه سبعة بروتينات احنا بننشطها آه. وفي نفس الوقت بننشط حاجه اسمه جين النحافه اوكي تمام فلما نشط جين النحافه جيت انا عملت الدايت بتاعي م. وجيت بقى كده لخبطت في الاكل تمام عشان تزيد بسرعه دي احسن حاجه دي طبعا مشكله بتقابل كل الناس آه. لكن هو وظيفته الاساسيه بنشط جين النحافه وفي نفس الوقت بيعمل اعاده شباب للجسم نفسه من خلال طبعا اكل بناكله صحي الاكل لما اكله صحي هتلاقي عندك بشرتك اتحسنت لو عندك خشونه في المفاصل بتختفي واكتر مشكله بتقابل كل البنات تساقط الشعر بيقل والناس نفسها كثافه الشعريه نفسها بتزيد اه التصبغات الموجوده في الجسم بتختفي الهالات السوداء تحت العين بتختفي ده عظيم جدا يعني هو الحمد لله هو بيعالج لحد دلوقتي اه 75 مرض طب احنا معانا صور دلوقتي الحالات حضرتك كنت بتتابع معاهم ريفن دايت وخسوا جامد وكان في نتائج الحمد لله على الشاشه اتفضلي ده ممكن حضرتك تقول لنا ده الحاله كانت ايه ووصلت لايه او كده دي الحاله كان عندها ثبات وزن كان دايما عندها مشكله في الوزن اه دايما تعمل دايت كذا دايت وجسمها ثابت ما بتخسش فعندي ريفن دايت بيعتمد اساسا ان هو ينحت الجسم منطقه مناطق الدهون كلها ويحافظ على الكتله العضليه فيبدا جسمها يتنحت زي ما انت شايفه كده طبعا ده قبل لما جات لي كان جسمها أوه. كده وطبعا ده بعد اخدت وقت قد ايه الحاله دي علشان توصل من الشكل ده للشكل ده تقريبا حوالي شهرين ونص هايل جدا هايل جدا واي حد ممكن يناسبه الريفن دايت هو مناسب لكل الناس طبعا بس طبعا لازم اعرف الحاله الصحيه بتاعته ايه تمام قبل ما ابدا معاه هل عنده مثلا خمول في الغده الدرقيه ولا لا هل عنده سكر طبعا انا الريفن دايت فيه فرايتي كتير جدا في الاكل يعني انا بسمح لك تاكل اكل كتير اه ما عدا طبعا ما عدا المكرونه والعيش ده كله مشكله قبل الناس يعني انت ممكن تاكل محشي في الريفن yeah. دايت ياه لو احنا معانا صوره ثانيه برضو الفرق واضح اه الفرق اه ده, ده, ده. انا عايز اقول لك هو وصل لي. هو وصل للجسم ده اه وواضح وو وو ان السن كمان يعني ملوش سن يعني أنا شايفة إن السن يعني هو حد سنه مش صغير وعادي هو ممكن سنه 43 سنة اه اوكي هو و... وصل للوضع ده في 15 يوم على فكرة 15 يوم يعني لسه جدا اه لا لا هو بس هو النتيجة باينة هو في 15 يوم 10 كيلو وهنا برضه دي واحدة من العراق ايوه دي قعدت معاه شهر ونص بالظبط اوكي طب خست يعني يعني بيبقى وزن على الميزان يعني كيلوات معينة ولا بيحصل ريشيب لا بيعمل ريشيب بيعمل يعني رشيب. هو الريفن دايت بيعتمد اساسا على ريشيب الجسم انا مش أوكي. ببص على الوزن انت بتجي لي اول مره بقول لك بص على الميزان اه تمام بعد كده الميزان ده ما بتجيش جنبه يعني علاقتنا مزوره اكتر ما منها ميزان هي كلها مزوره كلها مزوره ويهمني اكتر اللبس تمام ان انا بقولك لك اوصل للجسم المثالي مش الوزن المثالي اه يعني يهمني الجسم وده احسن يعني كل البنات بيحلموا ان هو يوصلوا مثلا لايه للشكل الساعة الرمليه اه هو بيركز على المنطقه دي المنطقه م. كلها بيحسوا انه حافظ يشيل منطقه الدهون اللي في الجناب في منطقه البطن ده هايل جدا وهل ليه سن محدد او حاجه ان مثلا يعني ممكن حد يجي حضرتك تقول له لا انت ما ينفعش تتبع الريفن دايت لا هو يبدا من سن 8 سنوات لحد 70 سنه ده شيء هايل جدا وهل بيبقى معاه ادويه ولا بيبقى الحركه بتعتمد على الاكل بس لا هو أنا بعتمد على الاكل بنسبه 100% 100% تمام بس لو جالي واحد مثلا عنده نقص فيتامين سي نقص فيتامين د طبعا فيتامين د بيتاخد من الاكل بس نسبه كبيره جدا لازم تاخده من الشمس اوكي فهو طبعا في منطقه ما اقدرش ينزل عشان الكورونا او الظروف البلد اللي هو فيها ان انا في ناس بتتابعني اونلاين من كذا أوه. دوله اه طبعا ففي ما اقدرش من البيت صح فبضطر طبعا اقول له لا هات فيتامين د مثلا من الصيدليه فيتامين د مهم جدا جدا للعضل امم وبيساعد على الحرق ولا ملوش علاقه يعني لا لا ملوش علاقه ملوش علاقه, ملوش علاقة, ملوش علاقة هو, هو بس بيبقى خلاص كمكمل غذائي هي منظومه متكامله جسمك مظبوط هتحرق كويس جسمك مش مظبوط مش هتحقق اوكي صح عندها حاجه طيب. فانت لو جسمك مظبوط وفيتاميناتك كويسه واخد معادن كويس هيبدا الرعاية الدمويه عندك تبدا توسع وتشتغل وتحرق جسمك انا سمعت كمان ان الانيميا بتقلل الحرق هل المعلومه دي حقيقيه ما هو دلوقتي انا عندي انيميا يبقى انا أوه. مش قادر اللي هم في الجسم عندي مش قادر يتوصل يتحرك معايا فدلوقتي انا عايز الأكسجين اكسجين واحركه لمكان لمكان فالتحيد عندي قليل فمش هت... هتحرق اه طب ايه الروتين اللي مثلا اي حد بقى طبيعي المفروض ان هو يمشي عليه آه علشان يحافظ على صحته ويبقى عنده يعني جسم مظبوط اللي هو مرحله ما قبل الدكتور ما حد قبل الدكتور اللي هو يعني عايز يعني هم يجيش الدكتور قصدك يعني لا يعني لو حد اللي هو يعني هو مثلا خلاص خلص مع الدكتور او او لسه ما راحش يعني اللي هو وزنه كويس بس تمام. عايزين نحافظ على صحتنا ياكل اكل صحي ويلعب رياضه ونلعب رياضه اه مش هل... رياضه اللي هو ينزل يتمشى نص ساعه وبس انت عايز تحافظ على جسمك صحي ويبقى عضل مش عضل ده انك تتربي عضل ما هيربي عضل بسهوله غير لما تدريبات معينه وشقة جدا مم. لكن يشد جسمه بالنسبه للبنات طبعا هو لما تلعب رياضه فيها حديد هتشد الجسم هتوصل للنقل للجسم اللي هي عايزه عايزاه تمام مش هتربي عضل برضه مهما كان عشان بس نكون واضحين يعني حضرتك لما بيجي مثلا حد عند حضرتك مثلا عايز يخس حضرتك بتديله له تمرينات معينه مع النظام الغذائي ولا بيبقى في يعني في مثلا حد يقول لا اول اسبوعين في الدايت ما ينفعش تلعب رياضه او ما ينفعش تمشي او ما ينفعش مش عارفه هل الكلام ده حقيقي اصلا ولا دي اشاعات لا هو ده كلها اشاعات هو انت ممكن بس في الاول الدايت قول له ما تلعبش مده 3 4 ايام او بالكثير 6 ايام اوكي لان هو لما بياكل نسبه قليله من الاكل فهو تعبان مش قادر يلعب رياضه فبقول له اريح لكن لازم العب رياضه انت عشان تحرق لازم يكون عندك عضل مصنع الحرق عندك عضلات ولا مشروب ولا اكل طب والريفن دايت بنجوع فيه هو انت ليك نسب اكل معينه بتاكلها اه انا بحط لك عندي نسب معينه في الاكل يعني انا مثلا بحط نسبه خضروات في الاكل 65% تمام نسبه بروتين 25% ونسبه دهون ودي مهمه 10% من 5 ل 10% لو انت خلت دهون مظبوطه بروتين مظبوط مش هتحس بالجوع. واضح ان ريفن دايت ده دا نظام غذائي هايل بصراحه فيا ريت يا جماعه اللي عايز يخس يروح للدكتور يتبع معاه محدش يعمل حاجه من نفسه علشان اكيد بعدها بنعاني كلنا من نقص فيتامينز ونقص في مشاكل أنيميا ووش اصفر وهبوط وحاجات كده يعني دي بتبقى مشكله الناس كلها بتتبع اي نظام دايت مع نفسها وما بتبقاش عارفه ايه المناسب ليها. للاسف في ناس بتروح داخل على النت. نزل برنامج على النت واشتغل يعني انا الريفن دايت انا نزلته على الانترنت اه بس هو ليه مراحل يعني في مرحله مثلا مده 3 ايام وفي مرحله مده 10 ايام وفي مرحله مده 5 ايام يعني انا في بدايه الريفن دايت انا بعمل لك بناء للكبد نفسه ما انا ما اقدرش احرق جسمي والكبد عندي تعبان صح فاعملك اول 3 ايام ببني الجسم بالفيتامينات والمعادن فبعد آه. ما بتبنيه تبدا تبدا الجسم عندك يبدا يشتغل كويس هاجي بعد كده 3 ايام بعدهم بعمل ديتوكس للجسم وطلع السموم عندك جسمك فيه شم... سموم وشوائب مش هتعرف تحرق فيجي بعد كده اعمل ديتوكس للجسم ومش هقدر اعمل ديتوكس غير لما يكون كبد كويس لو الكبد كويس هعمل ديتوكس مظبوط طب هل ممكن تيجي لحضرتك حاله وتمشي على الدايت وكل حاجه وبرده عندها يعني جسمها فيه مقاومه او ما بيخسش او حضرتك في الوقت ده تقول لا انت يعني انت او انت لازم تعمل عمليه هل في حالات بتبقى كده ولا اي حد ممكن يخس بالدايت بس بتبقى مشكله اراده لا هو اي حد ممكن يخس بالدايت بس مشكله اراده وصبر وصبر المستعجل وعايز يعمل عمليه ده موضوع تاني اوكي او هو بقى صح عنده منطقه في الجسم دي ما بتخسش وهو مستعجل عليها واحده عندها فرح مستعجله لحاجة لا لا ساعتها ممكن تعمل عمليه بس ممكن فعلا حضرتك بتقول ان في منطقه ممكن ما تخسش لا هي هتخس بس, بس عايزه صبر عايزه صبر عايزه صبر آه. عايز طب انا خسيت بس المنطقه دي ما خسيتش خالص اوكي وشكلي بقى مش حلو وانا مستعجله لا ممكن تعمل عمليه نحت ساعتها ده موضوع مم. تاني خالص بقى طبعا بس ده بس انا في الغالب بلجا لها للموضوع ده بعد ما تكون خلاص بقى استنفذنا كل انا يعني جات لي حاله كانت اول ما جات لي انا عايزة عمليه طب, طب جربت دريفن دايت معانا مده شهرين انت كده كده عايز تعملها في شهر تسعه مثلا وكانت جات لي في شهر سبعه جربي الشهرين دول لو ما جابش نتيجه اعمل عمليه نشوف الموضوع ده اه جت بعد الشهرين جوزها كان مسافر رجع يعني هو اتصل بيا شكراني <applause> شكلها اتغير تماما شكلها اتغير تماما 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 العمليه لغتها يعني ما كانتش كمان العياده ده هي كانت التواصل بينه وبينها اونلاين طب من كفر الشيخ مش من مصر اوكي طب احنا عنوان العياده هتبقى مكتوبه على الشاشه انا اول واحده هاجي لحضرتك ان شاء الله هاخد بكده وصفحه الفيسبوك وقناه اليوتيوب وان شاء الله يعني كلنا نخس يا رب هو <applause> <applause> انا مش موضوع تخس انا يهمني انك تمشي على الاكل صح وكلنا نعيش بصحه بالظبط كلنا نعيش بصحه شاء الله وحضرتك دكتور نورتنا فعلا فقرتنا وان شاء الله كلنا هنخس ونمشيها بشكل صحي ونتبع ريفن دايت مع دكتور مش مع نفسنا ومشاهدينا الاعزاء انتظرونا فقرتنا خلصت بس لسه حلقتنا نكمل